السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بدي أشكر كل المشاهدين وأشكر كل المشتركين بقناتي، أنا مبسوطة فيكم كتير كتير. بشكر دعمكم واهتمامكم. اليوم رح أعمل لكم فروج محشي بالأرز وحوالين منه الخضرة. يلا مع بعض نروح نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير الفروج بالفرن محشي بالأرز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح اعمل لكم فروج محشي بالخضرة. قبل ما نبلش المقادير يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عندي هون فروجة وزنها 1.5 كيلو، غسلته ونقعته ساعة بملح وبعدين غسلته. عندي بطاطا هون قشرتها وقطعتها قطع كبيرة. عندي بندورة كمان غسلتها وقطعتها قطع كبيرة. عندي فليفلة حدي، بصلتين قشرتهم وقطعتهم. عندي نص كاسة رز، وعندي البهارات، عندي فلفل أحمر ناعم، ملح، عندي بهارات السبع هي بهارات شاورما، عندي فلفل أسود، وعندي نص كاسة زيت، وعندي عيدان عشان نسكر فيها الفروج. يلا نبلش مع بعض نعمل الطريقة. أول شي راح تبل الرز. راح اضيف لها فلفل احمر، بهارات السبع، وفلفل اسود، وشوية ملح، وراح نكمل عليها شوية زيت. طبعا حسب التتبيلة كل واحد يعمل الرز على ذوقه. وراح اخلطهم كلهم مع بعض واخليهم على الطرف. انا راح هلا اتبل الفروج، راح اضيف البهارات وراح اضيف الزيت. طبعا البهارات هي مكونة من ملح وفلفل احمر ناعم وفلفل اسود وبهارات شاورما. راح اوزعها بكل مكان بالفروج، ما اخلي مكانه الا ما اخليه يوصل كل البهارات فيه. يا تجربوا هاي الطريقة وتكتبوا لي بالتعليق النتيجة. هلا راح احشي الفروج بالارز اللي تبلته بالبهارات. طبعا الرز كل واحد تبل على طريقته، في ناس بتسلقوه قبل ما تحشيه ما في مشكلة، احسن برضو. وهلا راح نسكر الفروج بالعيدان الرفيعة. وهلا جبت عيدان وراح سكر فيه الفروج. مثل ما كنتوا شايفين بهاي الطريقة. هذا عود كاسر هتجيبه الثاني. وبعد ما اخلص راح اجيب كيس حراري وراح احط الفروج بكيس الحراري. وهلا راح اجيب الكيس واحط الفروج بالكيس الحراري. طبعا هذا كيس كبير خصوصا بستعمله للديك الرومي، انا جبته كبير مشان اضيف فيه الخضرة كمان، هي سهلة الكل. وهلا راح اضيف الخضرة مكان التتبيلة مشان تبل الخضرة كمان. ضفت البندورة والفلافلة والبصل وبطاطا، وراح اتبلها بتتبيلة الدجاج عشان تاخد النكهات كلها. وهلا بعد ما خلصت التتبيلة راح اضيف الخضرة بالكيس مع الدجاج وراح اسكر عليه واحطه بالفرن لمدة 3 ساعات على درجة حرارة 200. راح احاول اطلع من الهواء كله
وراح اجيب عود وانقب فيه كيس مشان يطلع منه البخار، نقب صغيرة مثل ما انكم شايفين. وهلا بس نخلص نورجيكم النتيجة. وهلا هيك بنكون خلصنا، وهي هي النتيجة النهائية. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس.